حدثنا محمد اخبرنا عبد الوهاب حدثنا خالد عن عكرمه عن ابن عباس ان زوج بريره كان عبدا يقال له مغيث كاني انظر اليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس الا تعجب من حب مغيث بريره ومن بغض بريره مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته قالت يا رسول الله تامرني قال انما انا اشفع قالت لا حاجه لي فيه